عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم تحضير الشوكولات للدهن منزلي، كيجي جديد وكيعجب كبار وصغار. ندوزو المقادير. عندنا هنايا الشوكولات أسود 20 حبة. هنا استعمل زقالة، تقدري تستعملي أي نوع عندك. عندي هنايا كذلك 20 حبة من الشوكولاتة الأبيض، جوج معالق ديال الكاكاو. يمكنك تستعملي المر أو الحلو، أنا هنا استعملت الحلو، هو اللي متواجد عندي، يعني ديال الحليب، هذا اللي كنستعملو في الحليب راه معروف. وعندي هنايا 18 قطعة من البيسكوي، حتى البيسكوي تا هو يمكن لكم تستعملو أي نوع عندكم. اللي كاين داك اللي محشو بالكريمه البيضاء او السوداء، اللي كان عندكم ماشي مشكل. عندنا هنايا كاس ونص ديال الحليب بارد، هنا عملت بارد بكاس العنبه. هذه هي المقادير، وغندوز معكم ان شاء الله طريقه التحضير. نبداو على بركه الله. نجيبو واحد كاسرو، نوضعو فيه الحليب هو الاول. بسم الله، نعملو الشوكولاط. بسكوي، نديرو على عافية مهيلة حتى يدوب لينا الشوكولاط ويتجانسوا جميع المقادير، ونرجع معكم. ها هو بعد ما وضعناه فوق النار، تنبقاو هكا بالتحراك حتى تيدوب كل شيء. ما غفلوش عليه، خصنا نبقاو نحركو فيه. ها هو بعد ما داب لينا الشوكولاط، غادي نطفيو عليه النار، نزيدو عليه جوج معالق ديال الكاكاو، نخليوه حتى يدفى شويه، وندوزوه في طحان كهربائي. نخلطو، راه مازال غادي ندوزوه في خلاط كهربائي. من الاحسن نخليوه حتى يدفى باش ما يخرجش لينا على الخلاط. ندوزو في الخلاط ونرجع معكم. ها هو خواتاتي كيف كيجي بعد ما طحناه في الطحان الكهربائي. ها هو تيجي عاقد وزوين، هاك كيجي، كيجي عقد شد راسو. كيجي لذيذ 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 بزاف. كلينا نديروه الخبز. ديروا الخبز لفطور الصباح الدراري، ولا زي الحلويات لي كيك، كيجي جميل. ها
كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، اقتصادية ولذيذة.